السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم نستهلها بالعناوين. وزارة الداخلية واللامركزية تحتفي بذكرى 20 لمسار التعاون في مجال حماية المدنية بين بلادنا وإمارة موناكو. المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بيروسو يخرج الدفعة الخامسة من طلابه في 5 تخصصات زراعية ورعوية وإلكتروميكانيكية. ديمستورا يدعو روسيا إلى ترك مهمة إدارة ممرات إجلاء المدنيين من أحياء مدينة حلب السورية للأمم المتحدة. مرحبا بكم مشاهدينا، نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة احتفال الشعب المغربي بعيد العرش. وأكد رئيس الجمهورية لملك المغرب حرص بلادنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين، تحقيقا لما فيه خير الشعبين الشقيقين وإسهاما في بناء اتحاد مغربنا العربي الكبير. غادر نواكشوط مساء أمس رئيس جمهورية القمر الاتحادية السيد غزالي عثمان والسيدة حرمه بعد مشاركته في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 27. وودع رئيس جمهورية القمر الاتحادية في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول السيد يحيى الحدامين وعدد من أعضاء الحكومة ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية. شهدت مدينة نواكشوط تطورا ملحوظا وتحسنا في الواجهة بالتزامن مع انعقاد القمة العربية 27، وقد انعكس هذا التطور من خلال ملتقيات الطرق والشوارع الكبيرة وأماكن الإقامة والفنادق التي غيرت وجه العاصمة. التفاصيل مع شماد الأحمد. انعقاد قمة الأمل بنواكشوط أبرز حدث عرفته البلاد منذ استقلالها، حدث كان له ما بعده على المستويين الخارجي والداخلي. فمع أن موريتانيا كسبت رهان التنظيم في وقت قياسي وانعقدت القمة في ظروف اعتيادية، إلا أن المكسب الأهم الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض هو أن الاستعدادات المحضرة للقمة جعلت من العاصمة نواكشوط مدينة عصرية ذات شوارع فسيحة وملتقيات طرق تجسد ثقافة المجتمع وتبرز أهم موارده الاقتصادية. راجب المواطنين كاملين انهم يحافظوا على ها مهرنا ها الرصيد اللي بقالنا من ها المظهر الجميل ما شاء الله والشوارع، ان نزيدوا منها ونعودوا كاملين يد واحده صف واحد لياك نحافظ على هذه هاي النظافه. الشوارع راهي الحمد لله نصقلوا والغمه قاع مشات وفات، بقوا شوارع احنا نصقلوا لنا ومده نحافظ عليها والشوارع، نحاولوا مولي كان انتم ولا نصقلينهم ما نخليهم يوسخوا باللي شوارع نحن الى وسخوا لنا والى نصقلوا لنا. ولم يقتصر التحديث على الشوارع وملتقيات الطرق، فقد اكتست الفنادق والنزل وقصر المؤتمرات والشوارع المحيطة به حللا قشيبة تتناسب وحجم عاصمة أصبحت ملء سمع وبصر العالم ومركزا للقرار العربي، ما يجعل من الوعي بأهمية المحافظة على هذه المكتسبات أولى الأولويات في الوقت الراهن. المظهر الخارجي اللي ما كان خالي صبحت موريتانيا اليوم، خاصة العاصمة نواكشوط صبحت على المستوى من ناحية النظافة. فيما يخص الشوارع والتنظيمات وهذا، يا الله الشعب الموريتاني يحافظ على هذه الشوارع وعلى هذه قدرهات اللي يعدلوا، لا يتم يسترق فيه من باليت ولا يتم يسترق فيه من الوسخ. نحافظ على الشوارع والمكتسبات اللي حصلنا عليها في القمة. إنجاز للأمة أن يجتمع أولي الأمر فيها تحت سقف واحد لبحث قضاياها، ومكسب للشعب الموريتاني أن يتمتع بحقه في الحصول على عاصمة تمتلك مقومات الحداثة، وتبقى المحافظة والصيانة مسؤولية الجميع.
استقبل رئيس الجمعية الوطنية صباح اليوم بمكتبه في الجمعية الوطنية سفير جمهورية جنوب إفريقيا سعد السيد لويس أبينار في زيارة مجاملة مرفوقا بعدد من موظفي السفارة. تناول اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خاصة في المجال البرلماني. وقد عبر السفير الجنوب إفريقي عن إعجابه بالنجاح الذي حققته بلادنا خلال القمة العربية 27 التي احتضنتها موريتانيا، كما أشاد بدقة التنظيم والظروف الأمنية التي أحيط بها المشاركون في هذه القمة. حضر اللقاء الأمين العام للجمعية الوطنية وكالة السيد محمد محمود والإبراهيم. تقديرا لمستوى التعاون القائم بين بلادنا وإمارة موناكو خاصة في مجال الحماية المدنية، وشح وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمد العبد الله زوال اليوم بمقر الوزارة في نواكشوط باسم رئيس الجمهورية أعضاء بعثة من إمارة موناكو تزور بلادنا حاليا برئاسة السيدة إيزابيل روزا برينتو المديرة العامة لقطاع العلاقات الخارجية والتعاون في الإمارة. وفي هذا الإطار وشح الوزير بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني كل من السيدة إيزابيل روزا برينتو المديرة العامة لقطاع العلاقات الخارجية والتعاون في إمارة موناكو، والسيدة أميلا رازيو سلفستر منسقة التعاون الدولي لقطاع العلاقات الخارجية والتعاون، السيد أندريا كولومبو أبروستولي مسؤول البرنامج المكلف بالتعاون مع موريتانيا بإدارة التعاون الدولي لقطاع العلاقات الخارجية والتعاون بنفس الإمارة. وقد نظمت وزارة الداخلية واللامركزية حفلا لتخليد الذكرى 20 لمسار التعاون في مجال الحماية المدنية بين بلادنا وإمارة موناكو، كما عرف الاحتفاء بهذه الذكرى توقيع اتفاق لتحيين التعاون المشترك بين البلدين. تخليدا لذكرى 20 لبدء مسار التعاون بين بلادنا وإمارة موناكو في مجال الحماية المدنية، نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية حفلا بهذه المناسبة حضرته بعثة رفيعة المستوى من إمارة موناكو. وكان الحفل فرصة لاستعراض التعاون الذي قدمته إمارة موناكو لبلادنا، وساهم بشكل فعال في تحقيق التطور الذي عرفه قطاع الحماية المدنية في السنوات الأخيرة. لقد ساهمت إمارة موناكو من خلال اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع قطاعنا طيلة السنوات الماضية بفعالية في المجهود الكبير المخصص لتطوير الحماية المدنية، حيث ساهمت في تشييد العديد من مراكز الإسعاف وتوفير الآليات والمعدات، كما عملت على الرفع من كفاءة ومهنية الكادر البشري عن طريق التكوين المستمر وتحسين الخبرات، حيث عملت على ابتعاث العديد من ضباط ووكلاء هذا القطاع للتكوين في الخارج، كما انتدبت مؤطرين لتدريب أفراد الحماية المدنية ميدانية. المدير العام للحماية المدنية بيّن الأهمية الخاصة التي توليها السلطات العليا للبلد لأمن المواطنين وممتلكاتهم من خلال الحرص على تطوير القطاع وخلق جو للتعاون مع الشركاء. إن التعاون الممتاز بين بلدينا في مجال الحماية المدنية الذي يعود الفضل فيه لرجال الإطفاء إمارة موناكو والمديرية العامة للحماية المدنية ما كان لينمو ويتطور لولا الإرادة الصادقة والدعم المتواصل من طرف السلطات العليا لبلدينا. السلطات الوطنية الموريتانية العليا وعلى رأسها فخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز تولي أهمية خاصة لأمن المواطنين وممتلكاتهم، ولهذا لا تدخر أي جهد من أجل تزويد المديرية العامة للحماية المدنية بالوسائل الضرورية لإكمال مهامها على أحسن وجه، كما تفتح وتسهل لها كل فرص التعاون مع شركاء البلد. السيدة إيزابيل روزا برينتو المديرة العامة لقطاع العلاقات الخارجية والتعاون رئيسة بعثة إمارة موناكو قالت إن التعاون بين إمارة موناكو وموريتانيا في مجال الحماية المدنية شهد توسعا نوعيا في السنوات الأخيرة، ساهم إلى جانب الجهود المبذولة في تمكين الحماية المدنية الموريتانية من القيام بالدور المنوط بها المتعلق بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. وكان الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد بابو البوميس والسيدة إيزابيل روزا برينتو رئيسة بعثة إمارة موناكو قد وقع بمقر وزارة الداخلية واللامركزية على اتفاق مبدئي لتحين اتفاقيات التعاون القائم بين البلدين.
وسيمكن هذا الاتفاق من تفعيل التعاون في عديد المجالات ذات الصلة بترقية القطاع، وسيشمل بناء مدرسة وطنية للحماية المدنية في الفترة ما بين 2017-2018. أعلنت وزارة البترول والطاقة والمعادن في بيان صحفي أن شركة تازيزت موريتانيا المحدودة علقت في 20 يونيو 2016 من جانب واحد نشاطاتها على مستوى منجم تازيزت، وذلك في أعقاب التفتيش الروتيني لمفتشية الشغل كشف عن انتهاكات جسيمة لقانون العمل، بما في ذلك عدم وجود تراخيص عمل لبعض عمال الشركة. وأكد البيان أن الوزارة دخلت في مفاوضات مع شركة تازيزت موريتانيا المحدودة من أجل إيجاد حلول تمكن هذه الشركة من العمل على نحو مستدام في البلاد مع الامتثال للوائح الحالية. وفي نهاية المفاوضات وقعت الحكومة وشركة تازيزت موريتانيا المحدودة في 27 يوليو 2016 على مذكرة تفاهم تضمن بالأساس مخطط مرتنة سريعة ليد العاملة بتازيزت، سيتم بموجبه خلال الأسابيع القادمة إطلاق مسلسل اكتتاب للكفاءات الوطنية التي سيتم تكوينها أو إعادة تحسين خبرتها من أجل شغل بعض الوظائف الحالية التي يزاولها أجانب. وأكد البيان قناعة الحكومة بأن المفاوضات تمثل وسيلة الأنجع لحل المشاكل، وبأن احترام النظم يمثل أحسن ضمان للحفاظ على مصالح الشركاء. وسنعود إلى هذا الموضوع بتفاصيل أكثر في نشراتنا القادمة بحول الله. إلى مدينة روسو عاصمة ولاية ترارزا، حيث أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم على حفل تخرج الدفعة الخامسة من طلاب المعهد العالي للتعليم التكنولوجي، ويبلغ عدد هذه الدفعة 61 طالبا تخرجوا بشهادة الليسانس المهنية في 5 تخصصات زراعية ورعوية وإلكتروميكانيكية. المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروسو صرح تعليمي وطني بحت يقدم لطلابه تكوين متعدد التخصصات في المجالين الزراعي والرعوي وفي مجالات أخرى من أبرزها معالجة المواد الغذائية بمختلف أصنافها. هذا المعهد يساهم اليوم في تعزيز الإدارة المحلية بكوادر بشرية متخصصة يشكلون الدفعة الخامسة من خريجي 2015-2016 من المهندسين حملت شهادة الليسانس المهنية. على المستوى المعهد العالي للتعليم التكنولوجي كانت سنة 2015-2016 حافلة بالنشاطات والعمل، حيث تم احترام وتطبيق المسار التربوي من إنهاء المقررات الدراسية والتنظيم للامتحانات والدورات الاستدراكية في الآجال المحددة سلفا في أجواء تطبعها السكينة والوقار، وذاك يجسد في مؤشر عدد أيام الإضراب. مؤسسات التعليم العالي في العالم عندها مؤشر لتحسين الأداء، كم توقفت المؤسسة من النهارات في السنة، وكان اللي معهدكم أداء جيد عن للسنة كاملة ما توقفت يوم واحد عن التدريس. وهذا أشكركم جزيل الشكر عليه، وإن شاء الله تعودوا قدوة للطلاب الموريتانيين. يزيد مجموع الطلاب المسجلين في المعهد على 320 طالبا، ترشح منهم الامتحانات السنة النهائية 71، نجح منهم أزيد من 60 استحقوا نيل شهادة التخرج. إن عدد الخريجين هو 61 طالباً من بينهم 3 طالبات، ويتلخص توزيعهم حسب تخصصات على نحو التالي: الإنتاج والوقاية النباتية عدد المسجلين 13، عدد الحاصلين على الشهادة 11 أي نسبة 64.6%، تخصص الإنتاج والصحة الحيوانية عدد المسجلين 13، عدد الخريجين 8 أي نسبة 61.5%، تخصص علوم وتكنولوجيا الأقلية عدد المسجلين 15، عدد الخريجين 13 أي نسبة 86.6%، التخصص الهندسة الريفية عدد المسجلين 16، عدد الخريجين 16 أي نسبة 100%، تخصص الهندسة الإلكتروميكانيكية عندنا عدد المسجلين 14 وعدد الخريجين 13 أي نسبة 92.8%، والمجموع عدد المسجلين 71 تلميذي، وعدد الحاصلين على الشهادة هذه السنة 61 طالب أي نسبة 85.9%.
وتشجيعا للفائزين على ما بذلوه من جد ومثابرة طيلة العام الدراسي المنصرم، تم تكريم الفائز الأول من كل تخصص. كما شهد الحفل أيضا توزيع شهادات الليسانس المهنية على جميع الناجحين ضمن خامس دفعة من طلاب المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروسو. دوليا في هذه النشرة، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف روسيا لترك مهمة إدارة ممرات جلاء المدنيين من أحياء مدينة حلب السورية للأمم المتحدة. تأتي تصريحات المبعوث الدولي بعد إعلان روسيا عن فتح 4 ممرات لخروج المدنيين والمقاتلين إثر إحكام قوات النظام السورية الحصار على مناطق المعارضة شرقية حلب ودعوة المقاتلين إلى الاستسلام. في غضون ذلك، أعلنت منظمات إنسانية تعرض مستشفى ولادة في الشمال الغربي من سوريا للقصف الجوي وسقوط ضحايا بين المرضى وموظفي المستشفى. قبلت هيلاري كلينتون رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما يعتبر سابقة بالنسبة للنساء في التاريخ الأمريكي. وناشد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الناخبين بالعمل على استمرار إرثه بمساعدة كلينتون على الفوز. إذا أردت النساء ممارسة السياسة لابد أن يكون جلدهن سميكا كوحيد القرن، مقولة لزوجة فرانكلين روزفلت الذي حكم الولايات المتحدة قبل منتصف القرن الماضي، عبرت عن حجم المعوقات التي تواجه المرأة في خوض العمل السياسي. هيلاري كلينتون فعلتها ورفعت التحدي لتصبح أول امرأة في تاريخ أمريكا تحظى بترشيح حزب كبير لتولي رئاسة أقوى دولة في عالم اليوم. كلينتون حرصت في خطابها أمام المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي على تأكيد هذا المعنى بقولها: عندما ينهار حاجز أمام البعض في الولايات المتحدة فهو يفسح المجال أمام الآخرين. خطاب مرشحة الحزب الديمقراطي الذي ارتفعت فيه مؤخرا حسب المراقبين نبرة حقوق النساء، تعهدت خلاله بجعل الولايات المتحدة بلدا يعمل من أجل الجميع، يستشعر حجم التحديات ويواجهها دون خوف لتهاجم سياسة منافسيها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب المعروف بالعدائية تجاه المهاجرين عموما والمسلمين بشكل خاص. وقد شككت كلينتون في قدرة منافسها على تحمل أعباء المنصب قائلة: لا يمكن الوثوق بترامب فيما يتعلق بحيازة البلاد للأسلحة النووية. مرشحة الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة حصلت على أكثر من العدد المطلوب من أصوات المندوبين لنيل الترشح، وحظيت بمباركة باراك أوباما الذي ناشد الناخبين بالعمل على استمرار إرثه بمساعدة كلينتون على الفوز في الانتخابات المقررة نوفمبر المقبل. قضت المحكمة الإفريقية الخاصة في داكار التي تحاكم الرئيس التشادي السابق حسين هبري اليوم بتعويض ضحايا نظامه ما بين 15 و 30 ألف دولار لكل ضحية. وكانت المحكمة قد أدانت هبري في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتقل هبري في يونيو 2013 في السنغال التي لجأ إليها عام 1990. ونصل الآن مشاهدينا الكرام إلى جديد الاقتصاد مع الغالية متاع مرشين بعد الفاصل. شكرا مناتا، مساء الخير مشاهدينا الكرام. نبدأ نشرتنا الاقتصادية الليلة بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. تفاوتت مستويات التحسن في اقتصاد دول منطقة اليورو منذ خروج بريطانيا من المنطقة في استفتاء يونيو الماضي، وتراوح دو الدول الأوروبية بين التحسن والتراجع في بعض البلدان. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل.
قالت المفوضية الأوروبية إن المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو تحسنت في يوليو على عكس توقعات السوق بحدوث تدهور، لكن المعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا والذي يضم 28 دولة أوروبية تراجعت بسبب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد. وصعد مؤشر المعنويات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية في 19 دولة عضوا بمنطقة اليورو إلى 104.6 في يوليو تموز من أصل 104.4 في يونيو الماضي على عكس توقعات السوق بانخفاضه إلى 103.7. وسجل مناخ الأعمال ارتفاعا حادا إلى 0.39 من 0.22 على عكس التوقعات بتراجعه إلى 0.17. لكن المعنويات تراجعت في الاتحاد الأوروبي الذي يشمل دولا ليست أعضاء في منطقة اليورو مثل بريطانيا، مما يعكس الانحسار الشديد للتفاؤل في عقاب استفتاء 23 من يونيو الماضي والذي صوت فيه البريطانيون لصالح الانفصال عن الاتحاد. وقالت المفوضية الأوروبية إنه يرجع انخفاض المؤشر الرئيسي للاتحاد الأوروبي 0.9 إلى التدهور الملحوظ في المعنويات في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو وهي المملكة المتحدة. وفي منطقة اليورو تحسنت المعنويات في قطاعات الصناعة والخدمات والتجزئة والتجارة والبناء. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا شهدت جميع القطاعات تراجعا في المعنويات باستثناء قطاع البناء. قال بنك باركليز إن أرباحه قبل حساب الضرائب هبطت 21% في النصف الأول من العام الحالي رغم تحسن إيرادات أنشطته الرئيسية متأثرة بتكاليف تتعلق ببيع وصول غير مرغوب فيها وتقليص حصته في أخرى في ظل مناخ اقتصادي صعب. وأظهرت نتائج أعمال المصرف البريطاني اليوم أنه حقق أرباحا قبل الضرائب بلغت 2 مليار جنيه استرليني في النصف الأول مقارنة مع 2.6 مليار استرليني في نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع هبوط الأرباح في الأساس إلى خسارة قدرها 1.9 مليار استرليني لأصول غير أساسية تعهد البنك مجددا بالتخرج منها بحلول نهاية 2017 رغم مخاوف من حدوث ركود وشيك في عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. أكدت بيانة لبنك UBS البنك العالمي الأكبر لإدارة الثروات أن الإجراءات المالية التي تتخذها المملكة السعودية في الوقت الراهن ستساعدها على ضمان مستقبل النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط. هذه التوقعات تأتي بالتزامن مع دراسة أطلقها مكتب كبير كبيري مسؤولية الاستثمار في البنك. وأشار البنك أيضا إلى إجراءات مماثلة طبقتها الصين لا سيما في المجال العقاري. وطبقت السعودية عددا من الإجراءات لحماية الأرصدة المالية من انخفاض أسعار النفط وعلى أساسها تم خفض النفقات الحكومية بنسبة 15% بالأرقام الحقيقية في العام 2015 ومن المفروض أن يتم خفض 16% إضافية بالعام الحالي. مشاهدينا فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. مشاهدينا نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لكم على كرم المتابعة، عودة إلى منى وباقي النشرة إلى اللقاء. شكرا لك الغالية، وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم، عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. وزارة الداخلية واللامركزية تحتفي بذكرى 20 لمسار التعاون في مجال الحماية المدنية بين بلادنا وإمارة موناكو. المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروسو يخرج الدفعة الخامسة من طلابه بخمس تخصصات زراعية ورعوية وإلكتروميكانيكية.
ديمستورا يدعو روسيا إلى ترك مهمة إدارة ممرات إجراء المدنيين من أحياء مدينة حلب السورية للأمم المتحدة. دمتم في أمان الله مشاهدينا، وإلى اللقاء.